يلي رايح للحموات أحب أضيفلك معلومات أوام ومن غير مقدمات. اسمع نصحتي دول يا بابا جن صحوي جن صحوي جن صحوي. خدلك في جيبك احتياط شريطين تلاتة مهديات، ولو ما مشيتش بالتعليمات انفد بجلدك قبل ما تلبس في الحيط. دول يا بابا جن صحوي جن صحوي جن صحوي. خدلك في جيبك احتياط شريطين تلاتة مهديات، ولو ما مشيتش بالتعليمات انفد بجلدك قبل ما تلبس في الحيط. البس في الحيط البس في الحيط. والبيت معاهم السي اي اي، ولا بندي ولا مستر كاراتي. يلا يا بنات الكل يجهز ويجمع عندي تحت.
طابور تمام. الفطار عندي بعد 5 دقايق. 5 ثانية هسحب الفطار وهتخرجوا على غيار الريق. 5 ثانيتين مفيش ريق. البيت ده ليه نظام. شعاري كل ثانية ليها لازمة، لا إما هتطرقعوا بالجزمة. انصراف انصراف، شدي ومدي شدي ومدي. يلا يا يلا. اتأخرتوا ليه؟ روح انت لف العربية بسرعة. يلا هب. 101 102 103. شد ظهرك، شد جسمك، شعرك هصه. هب. 1 2 3 4. 1 2 3 4. يلا شدي نظام. يلا يا بنت، مفيش داعي افكركم بالتعليمات. بنات العميد نور لازم تبقى واجهة مشرفة في كل حاجة. شد جسمك. كلامنا مع زمايلنا الرجالة لازم يكون بحساب، مفيش ضحك. اللي هتضحك فيكم هغير لها معالم وشها. يلا ابتسامة بس، مسموح لكم بضحكة واحدة قبل النوم. خدوا بطايقكم، شدوا جسمكم. يلا هوب. 1 2 3 4. الو، يا ابراهيم. ايه البنك اتسرق وواحد اتحرق؟ طب ما تروحوا بسرعه يا ابراهيم، ما تروحوا تعمل التقرير ده بسرعه. الله، هو لازم انا ابقى موجوده في المحطه علشان تتحركوا؟ ايوه، خد البت سماح وروحوا بسرعه اعملوا التقرير. اعمل لي لقاء مع حتى الراجل اللي اتحرق، اعمل تقرير معاه. مش مهم بقى اتحرق اتقتل، المهم انه مات وخلاص. ماشي يا ابراهيم، يلا بسرعه بسرعه، وانتوا على بال ما تخلصوا انا اكون جيت لكم على المحطه ان شاء الله. عايزه تقارير نار نار يا ابراهيم. الله يحرقكم يا ابراهيم. Good morning مدام. Good morning يا ماري. حضري لي يلا بريكفاست، عايزه توست محروق. توست محروق ايه؟ ايه ايه؟ بقول لك ايه، حضري لي الحمام الاول. ادعله ازاي؟ حضري ازاي؟ هما كده دايما بيقولوا في الافلام حضري لي الحمام. روحي حضري لي بريكفاست. انت ولا بتعرفي حمام ولا بريكفاست ولا حاجه، تلاقي اصلا مفيش حمام في بلدكم. اهلا، يا صباح الفل، يا صباح الورد. الحديد تمام، كله تمام تمام وانضباط. ها بنات، سامعين الانفرادي؟
بينادي أي واحدة تعمل غلط هو تحت الخدمة. إيه الأخبار؟ شدوا كله؟ إيه؟ العدس زي ما هو ليه؟ اضربوا عدس. يلا كل يوم هقول لكم عن فوائد العدس. العدس ينفش في المعدة، يعمل جدار عازل في المعدة. الميكروب أول ما يبص للجسم يعرف إن الجسم ده شارب عدس فيقدم على طلب هجرة. أمال إحنا ليه بنشرب المساجين عدس؟ مالكوا بتبصوا لبعض كده زي اللي مقفوشين في كمين؟ لا أبدا يا ماما مفيش حاجة. ده على أساس إيه؟ سلفاكوا؟ ده أنا أمكوا فهماكوا كويس. انطقوا في إيه؟ أنا بقول لحضرتك إيه ماما؟ بالنسبة للعريس إيه ده؟ أنت لسه بتفكري في الموضوع ده؟ أنا بفكر في الموضوع ده؟ أنا ما بفكرش في الموضوع ده، أنا بفكر حضرتك بالموضوع ده. أنا فاكراه. أنت بتكلميه يا شرف؟ أنا بكلمه، أنا ما بكلموش، أنا معيش أساساً رقم تليفون. عارفة يا شرف يا حبيبتي، لو طلعتي بتكلميه أنا هنقل بقك من مكانه. أمال بتسألي ليه؟ أبداً يا ماما، أصل حضرتك قلتي إن أنت هتردي عليه بعد أسبوع، وهو فات شهرين وما ردتيش. هو ده عريس؟ ده عيل ملوش لازمة. ده مامته بتدلعه بتقول له يا كوكو. الله، مش اسمه كمال؟ لازم تدلعه تقول له يا كوكو، أمال هتقول له يا عبده؟ بلا عبده بلا كوكو. هبشرك أنا رفضته. ليه يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ بعد التحريات طلع عيل تافه. الواد غاوي يلعب استيميشن ودايما يطلع كوز. يا نهار اسود. دي أول حاجة. تاني حاجة جايب مجموع في الثانوية العامة زي وشه، وقبل ما يدخل كلية التجارة انتساب قدم في الكلية الحربية. قلت الله هو ده العريس. شفت؟ تسلم الأيادي، تسلم يا جيش بلادي. غنوا بنغنوا على ايه؟ ده سقط، سقط في كشف الهيئة. ياه، طب ايه المشكلة يا ماما؟ طب ما ياما ناس بتقدم يعني في كلية الجيش والشرطة وبيسقطوا في كشف الهيئة، ايه الأزمة؟ يا بنتي لو كان سقط في الكشف الطبي كنت قلت معلش، عنده حول في لاتفوت كنت عالجته والله على حسابي، انما كشف الهيئة يعني العيلة في مشكلة فيها. معقول يا ماما بقى ده سبب يترفض علشانه؟ طبعا، اذا كانت الحكومة رفضته ورفضت تأتمنه على حماية البلد وسلامة أراضيها أأتمن أنا على بنتي حبيبتي؟ فعلا يا ماما عندك حق والله، مقنع. أكيد أنا عمري ما هتجوز خالص. بتقولي إيه يا حبيبتي؟ لا أبدا يا ماما، بقول لها خدي الطبق الفاضي وهاتي الطبق المليان. شرف، عجبكوا العدس؟ أعمله لكم عصير؟ العدس؟ 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 العدس الليلة الليلة يوم عيده، يا رب تبارك ونبارك ونزيده. يا رب يبارك يا رب، يندل العدس وينكب. يا رب يبارك وتزيده. شكرا شكرا. الحمد لله على السلامة. ايه الاخبار؟ تمام يا ست نبوية، البوليس بس كان عايز يعمل معانا الدنيئة كده بس، وغلاوتك زبطناهم. اوعى يكون حد شافكم انتوا جايين على هنا. عيب يا ست الكل، احنا تلامذتك. سيبوا الشنط مكانها وشو دلوقتي، وبكرة نصيبكم هيوصلكم لحد عندكم. نصيب ايه بس يا ست الكل؟ الفلوس عندك تزيد، ده انت على راسنا من فوق. ماشي يا سيدي، اتفضلوا من غير غلبة. تحت امرك، تحت امرك يا ست الكل. يلا يلا رجالة، سيبوا الشنط مكانها. يلا يلا رجالة.
بس مش عايزة صوت. تعليمات. حاضر. صباح الخير يا بشير. صباح النور يا فندم. قلل الشخير يا بشير، أنا مش عاملة لك اللحمية 4 مرات، معرفتش أنام منك. إيه ده؟ شرف. أيوه. فكرينا نقل أوضته من الجراج لفوق السطوح مع الكلب. حاضر يا ماما. يلا. صباح الخير. بسرعة بسرعة. خلي بالك يا شرف، الراجل اللي عكسك زنفليه بالبوكس في وشه، واطلعي على الاسم وكلميني بسرعة. حاضر يا ماما. يلا خلي بالك. حاضر. ما تنسيش. حاضر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يلا بنات، فلوس صدركم، يلا. يلا قفلوا صدركم، يلا 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 امنهم امنهم. على مهلك. يلا يلا مفيش وقت. طلع يا ماما. تمام يا فندم، البنات في البوكس. كويس، انا شايفه وانا مش شايفه ولا ايه؟ يلا امن انت المداخل يلا والمخارج والمنور، يلا بسرعه ما تنامش. حاضر. يا بختك. يلا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يلا يا أمانة. عندك شكلي كده وانا نازله من بوكس؟ على اساس ان انا هنزل من الليموزين يعني؟ ناولي لي الشنطه. حاضر يا ماما. اتفضلي. استني يا عادل. يا أمانة المدرسه قدوه. اهو أمانة. نعم. زي ما اتفقنا التعليمات، مفيش ضحك، وشك زي الكلبشات، بصه في السبوره يا بنتي. انتبهي لي، انا سيبك من الناس اللي ماشيه دي، سيبك منه. اي مدرس يشد معاكي ناعم، ممكن بريه، ممكن استيكة، امسحي بيه بلاط الفصل. اطلعي على الاسم، اعملي له محضر وكلميني. حاضر يا ماما. يلا شدي ومدي. خلاص يا ماما خلاص. اتفضلي امشي امشي امشي، محدش شايفنا، امشي ماشي. ايوه بس 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 هنا. خدتي تعيينك يا بنت؟ ايوه يا ماما. بقولك اي شاب يشد معاكي ناعم اديله كف في وشك. خلاص يا ماما. حاضر. يلا باي باي. مفيش ضحك. حاضر. وشك ما يضحكش زي الكلبشات. حاضر يا ماما. امشي يا تامر شد. بنت يا سناء، انت هتحضر روح مين النهارده؟ روح حمد سنية، هي اللي هتقول لنا اذا كان ابنها اتجوز على سنية ولا لا. الله يخرب بيتك، انا خايفه لو روح تقفش فيها ما تخرجش. مش هلاقي احسن منك احضر عليها الروح. اشتهت الاشتوت، يا مخرج السر من بطن الحوت، شمهورش همشورش، احضر بالعجله وبالسرعه، إن كنت في بحر ولا في ترعة. احضري احضري يا روح فتكات، يا بنت سنور ونعمات، احضري احضري احضري. أنا مش روح فتكات الملعونة، أنا ملكة الجن المجنونة اللي بقطع في النسوان المسجونة.
وباكلهم من غير ما اعصر عليهم ليمونه. انصرفي انصرفي يا روح يا شريره. مش هنصرف يا سناء غير اما خليكي تلفي في العنبر بشعرك المنكوش. بتحضري عفاريت يا بنت الهرمه؟ مخاويه جن؟ لا يا ماما، ده انا مخاويه عفريتين بالتبني، هخليهم يحولوكي كلب بلدي، واللي رايح واللي جاي يحدف عليكي بالطوب. ترموا نفسكوا عفاريت في سجني يا كلاب. ايه ده شوار؟ تمام يا فندم. فتشي السرير ده، انا سامع رنه. فتشي سرير مين ده يا كلب انت وهي؟ انا تف تف، تعالى يا بيت. يا فندم. الله 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 الله. موبايل؟ الله الله. وبكاميرا؟ لا ومش اي كاميرا، كاميرا 6 ميجا بيكسل. الله. وايه ده واتساب؟ يا خساره بس النت مش واصل له. طب كنت قولي لي اوصل لك توصيله ولا حاجه. والله يا ست المأمورة ما اعرفش حاجه عن الموبايل ده. ما تعرفيش حاجه عن الموبايل ده ازاي؟ ما الواد حماده شنكاته اهو بعت لك رساله، بعت لك اغنيه انا شارب سيجاره بني يا مزه السنين. مش دي اغنيته؟ مش عارفه. ما تعرفيش؟ خدي البت دي حبس انفراد يا شوار. لا الانفراد. يلا يلا اجري. لموا نفسكم يا نسوان يا غدر، حضروا عفاريت عندي. تعالي يا بت، تعالي هنا قربي. ايوه يا اختي. خايفه مني ومش خايفه من العفريت؟ لاعي الباكج اللي انت عاملاه ده، لاعي. اهو سريرك انهي؟ هو ده. دوار يا شوار، هنلاقي بلاوي عفريت صغير ولا حاجه. غور ارجع لورا، ارجع لورا. لقيت ايه؟ تمام يا فندم. وريني. اتفضلي. ما شاء الله. اتفضلي. مكياج ده من سجن القناطر، ده مركز تجميل القناطر الخيريه. طب ما تعدوا عليا بالليل في المكتب اشد لكم الترهلات ولا انفخ لكم شفايفكم. حبس انفرادي. خدي. بلاش انفرادي والنبي يا ست. لا يا حبيبتي انفرادي. عايزه ايه؟ عايزه عفريت معاكي؟ يلا غوري. ايه المكبب ده؟ في ايه هنا؟ مخدرات ولا ايه؟ سرير مين المحروس ده؟ مين دي؟ دي هاله يا فندم. هاله. تعالي يا هلول، تعالي يا قمر. يا اختي بحبك قوي، تعالي ورينا المكبب في السرير ده، ورينا يلا بسرعه. الله اكبر، سوداني. الله اكبر. امسك الموبايل. الله اكبر، سوداني تاني. ايه ده ايه ده؟ كل الانواع، ايش مملح وايش بقشره. الله الله، لب وزدان. طب مش تقولي لي اجيب لك ربع كاشو ولا اجيب لك نص فستق؟ ايه يا حبيبي، مين اللي دخل دول؟ معرفش. ما تعرفيش مولدتي انت؟ شكلك دي شكلها ما تعرفش. ده انا لو دورت هلاقي اتنين بيره مشبرين. طب قولي لي اجيب لكم مزه قبل ما امشي. حبس انفرادي. حبس انفرادي ليه؟ هتعجبك، دي ترابيزه على البس. يلا يا كحوله، احترموا نفسكم. تعالي يا اعتداد. عامله ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضله يا ست المأمور. بتاخدي الدواء في ميعاده؟ الحمد لله، البركة في ربنا وفيكي. لو عوزتي حاجة يا اعتدال مكتبي مفتوح لك، تيجي في أي وقت. عيني دي قبل عيني دي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمناش منك أبدا يا ست الكل. تعيشي. يا نسوان يا حوش، أنا راجعة تاني. ألاقي رقاصة بقى بالمرة. حسالة! يا سيطير درك القلب هيقف على بال ما خرجت. قلت لهم الخايبين دول يشيلوا الحاجه عند اعتدال. ده اعتدال ما بتتفتش ابدا. لا قولي لي اعتدال، هي اسم اموره بتحبك قوي كده ليه؟ انا من ساعه ما شفت الماموره الضلمه دي وهي اي واحده قاتله جوزها تاخدها على حجرها. شكلها متعقده من الرجاله. اكيد بيقولوا انها ارمله. اقطع دراعي من هنا ان جوزها قبل ما يموت كان متجوز عليها. اتقوا ربنا بقى، حرام عليكم. كفايه نام مع البنيه. هو مين هيدافع عنها غيرك؟ يا ريتني كنت قتلت جوزي، كان زماني قاعده متهنيه. فعلا الدنيا حظوظ. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله. ده.
صباح الخير يا مدام انتصار، نورت القناه. طبعا لازم تنور بيا. صباح الخير يا مدام انتصار. صباح النور. كتر الصباح يقل المصلحه. ها بعد اذنك هنا اتفضل. صباح الخير. اها ايه ده؟ صباح الخير استاذ انتصار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. لوك 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 لوك. ها ايه الاخبار؟ اتفضل. سماح وابراهيم جم؟ ايوه يا فندم. ابعتيهم لي بسرعه. يلا. مكتب وزير الاعلام اتصل بحضرتك وبلغني ان وزاره الاعلام هتكرم حضرتك في عيد الاعلاميين. بركه انهم افتكروا، اهو على الاقل اتكرم انا بدل ما الورثه اللي ياخدوا التكريم. ربنا يديك الصحه يا فندم. مدام شهيره الحديد اتصلت بحضرتك وبتبلغ حضرتك بندوه نادي اوستريتش النهارده الساعه 9. تاني؟ ما هي بعتت لي مسج وقالت لي خلاص انا عرفت الناس دي ايه. دو 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 دو. انا مش فاضيه للكلام الفاضي ده، انا غلطانه اصلا ان انا قبلت رئاسه النادي. قدها وقدود يا فندم. يلا مع السلامه. صباح الخير يا منصار. صباح الخير. هو انت عارف كام صباح لغايه دلوقتي برد عليه؟ احنا لو كنا اشتغلنا على قد الصباحات اللي احنا بنصبحها على بعض كنا بقينا دوله عظيمه. اتفضل. ازيك يا مدام انتصار؟ ما قلت صباح الخير اهو. اقعدي على طول يا ماما، بلاش لوك 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 لوك. ها عملتوا ايه؟ عملنا تقرير عن سرقه البنك، ما حصلش. لقاءات مع الموظفين، مع المصابين، مع مدير البنك، مع اهالي افراد الامن اللي ماتوا، مع افراد الامن اللي ماتوا. انا في واحد عملت معاه لقاء وهو بيحتضر. انا بموت في اللقاءات الميته دي. طب وبالنسبه للجناة؟ الجناة هيكون مين؟ هي نبويه تمساح وش تاني. هو ايه حكايه الست نبويه تمساح دي؟ والله يا فندم الست دي بقت جرايمها متنوعه. دول كمان لسه الشهر اللي فات يوم ماتش مصر ودرمستان لما خلوا الجمهور يقتحم الملعب واحنا اللي غالبين، وفي الاخر طلعوا بيلهوا البوليس علشان خاطر يدخلوا المقنعين ويخطفوا سفير درمستان. بس الغريب ان هم افرجوا عن السفير بعدها بيومين ثلاث ايام ومن غير اي مشاكل، كان ممكن عايزين يعملوا بلبله وخلاص. لا طبعا لا، دي رساله، دي رساله من نبويه تمساح انها تقدر تخطف اي حد وفي اي وقت. والغرض من ده ايه؟ بتخوف الحكومة طبعا عشان ما تخليهمش يدوروا عليها. ممكن، بس ما حدش عارف مين هي نبوية تمساح ولا حد عارف شكلها ايه بالظبط. لا هو ممكن اصلا ما فيش حاجة اسمها نبوية تمساح. وممكن تكون راجل. ممكن تبقى راجل. المهم انا عايزاكم تعملوا تقرير مهم جدا. بص الحلقة اللي بيبقى فيها نبوية تمساح بتبقى سخنة جدا. التقرير كمان اللي عملناه النهاردة هيعجب حضرتك قوي، احنا بعتناه وحدة المونتاج وهيكون عند سعادتك بعد ساعة. ماشي، المهم انكم توروهوني بسرعه، لازم اشوفه بنفسي عشان نشيل منه جزء نحطه في النشره النهارده والجزء الثاني يتعرض في الحلقه بتاعتي بتاعت يوم الجمعه. انا عايزاكم تقطعوا قلب الناس، تعملوا حوارات مع المصابين مع اهاليهم. انا عايز الشعب ده يقعد يعيط ويكتئب ويعيط ويكتئب. انا عايزه انحر قلب الناس النهارده. ليه؟ علشان مصانع المناديل الورقيه تشتغل يا ابني. ما هم لما يشتغلوا احنا نكسب نعمل اعلان. انت لسه بدري عليك. الله يا استاذ انتصار الله. انا عايزاكم بقى تنقوا اغنيه حزينه كئيبه من الاغاني اللي احنا طرشنا منها الفتره اللي فاتت. ها بس ما تاخدوش اغنيه ما شربتش من نيلها جربت تغني لها، على بال ما تتعرض الحلقه هيكون النيل نشف. يلا انصرفوا. وبعدين بتتفرجوا على ايه حبيبي؟ رد على الموبايل ما دام حاجه مهمه كده. رد يا بابا. لا لا ده حد صاحبي ما ينفعش ارد على حد وانا قدام حضرتك اصلا. مؤدب محترم. خليك. طب انا ارد بس عشان تليفون مهم معلش. قليل الادب واطي. اي اوامر يا فندم؟ لا يا ستي يلا بسرعه التقرير عشان الحق اشوفه. تجيبه لي على طول. حاضر. ايه يا حبيبتي؟ ايه معلش ما كنتش عارف ارد عليك. كنتش عارف ارد عليكي بس عشان كنت مع مامتك جوه. لا لا ما تقلقيش ما لاحظتش اي حاجه. انت عامله ايه؟ وحشتيني. مش معقول يا أمانة حكاية إنك كل يوم تيجي من المدرسة بالبوكس. أعمل إيه بس يا بنتي؟ حكم القوي. طب ما تقولي لمامتك عدى عليكي أنا وأخويا الصبح ناخدك في طريقنا. الله عليكي، بقى أنت عايزة ماما توافق إني أركب مع راجل غريب؟
ده انت عايزاها بقى تخلص عليا خالص. راجل غريب ده، ايه ده؟ بقول لك اخويا وانا معاكم. اصل انت ما تعرفيش ماما كويس. لا ده بصراحه يا امانه والدتك دي صعبه قوي. امال انت فاكره ايه يا بنتي؟ دي ماموره سجن القناطر، عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا يستر. يا رب. صباح الفل يا باشمهندسة. اقفل بقى. صباح الخير يا مشمهندسة. صباح النور، ايه الاخبار؟ الحمد لله. واخبار المنحل ايه؟ زي الفل، احسن عسل فيكي يا بر مصر، عسل النور. طب انا هغير والبس البدله بتاعتي واجي. اتفضلي يا مشمهندسة. على فكره حسنين ابن العمده سال على حضرتك. وده عايز ايه ده؟ كان جايب لحضرتك زياره كده. طب لو جه تاني قول له ان انا مش موجوده. تحت امرك يا مشمهندسة. بقولك ايه يا شهيرة، الندوة دي بان عليها اقبال كبير قوي كده ليه؟ ايوه، ما انا عملت عنها خبر في الجرايد. خبر في الجرايد؟ انا ما قريتش حاجة. ما هي نار، تعالي. ما هي نار بنتي. ايه ده؟ بجد؟ الله. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال والحلاوة دي؟ كبرت وبقت قمر. معقولة السنين مرت بسرعة دي؟ ميرسي يا طنط، انا السنة دي لسه مخلصة من الاي يو سي. ايو سي كمان، ما شاء الله ما شاء الله. تفضلي حبيبتي، تفضلي. تفضلي يا حبيبتي. اخس عليك يا شيرين، انا زعلانه منك. ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ ازاي يكون عندك بنت حلوه زي القمر كده وتخبيها عني؟ مش فاهمه. يا سلام، وانت مش عارفه ان انا عندي الواد القمر اللي اسمه عمرو، ودلوقتي بقى ايه، بقى مرشد سياحي. ربنا يخليه لك يا انتصار، ده انا اتمنى اناسبك. خلاص سيبي الموضوع ده عليا وانا هظبطه بمعرفتي. طب يلا بقى نبدا الندوه. يلا. اوه، على ما تجيب لنا الشاي يكون الشاي برد. لا انا خلصت خلاص اهو. طبعا يا ماما من غير سكر. اه طبعا، بس انا حطيت لك معلقتين. اه منك. اه بس معقوله يا ماما هتجيب لنا واحده رد سجون تقعد معانا في البيت؟ دي سمحة، دي من نظافتها سموها في السجن سمحة شامبو. الزنزانة بتاعتها تحبوا تقعدوا فيها من نظافتها. بعدين دي معايا بقالها 15 سنة، أنا ضمنها برقبتي. يا ماما يا حبيبتي، إحنا نقصد يعني إن إحنا عايزين شغالة تكون واجهة للبيت، تكون هندية أندونيسية حبشية، إيه المشكلة؟ إيه عقدة الخواجة دي؟ الله، وبعدين سمحة دي مش مصرية، خالها ساكن في مغاغة. ايه مغاغة؟ خلاص يا ماما، هتلنا واحدة مصرية بس تكون محترفة واشتغلت في بيوت كتيرة قبل كده وعندها خبرة. احتراف ايه يا بنتي؟ دلوقتي الاعتماد على الناشئين. سمحة دي هتشتغل باك ليفت بتاع الشغالين بعد شوية. طيب بالمناسبة بقى ان احنا متجمعين كده كلنا، كنت عايزة اقول لحضرتك على حاجة. قولي، انا هعمل نفسي مش واخدة بالي. قولي قولي. لا والله يا ماما بجد، كنت عايزه يعني حضرتك تسمحي لنا وامانه ان شرف تاخدنا في طريقها توصلنا بالعربيه واحنا رايحين الشغل. نعم نعم. طب شرف طريقها زراعي، قصدي يعني بتاخد الطريق الزراعي عشان المزرعه بتاعتنا. وانت في المعادي تروحوا مع بعض ازاي؟ قولي لي بقى تمشوا ازاي كده والطريق عامل كده. اصل يا ماما زمايلنا كل يوم في الشغل بيتريقوا علينا واحنا نازلين من البوكس. ماله البوكس؟ توك توك، ده البوكس الصندوق بتاعه واسع وهوا هوا، ده انا بحب انام فيه والله. الله، باب بيخبط. شرف شوفي مين، شوفي مين. هتلاقيها سمحه، يا رب تكون جايه في ميعادها. اما نشوف يا ماما سمحه بتاعتك دي. تعالي. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا ماما. قوم عاملوها كويس. اتفضلي. ايوه
اهلا يا سمحه، اتفضلي. عاملوها زي اختكم بالظبط. يلا. اهلا اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ على مهلكوا. ايه ايه يا سمحه، على مهلك عليا. تعيشي تعيشي تعيشي. سمحه الشواف، بناتي بناتي يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، امارات زي حضرتك. يا رب يخليك يا سمحه، ايه الجمال ده؟ اتفضلي يا سمحه اتفضلي. عايزاكي بقى تعرفيها على اوضتها، هي شرف. حاضر يا ماما. وعرفيها على المطبخ كمان. اتفضلي اتفضلي. سامحه ما وصكيش، عايزه البيت يتضايق من نظافه. عينيا يا ست الكل. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ مات. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ستنا؟ زنزانه في البيت؟ اتخضت. دي زنزانه خاصه قد كده، مش زي الزنزانه بتاعتنا دي، مخصوصه لشويه عيال كده اللي عندنا الصغيرين دول. ما تخافيش ما تخافيش، اتفضلي اتفضلي. تعالى انا فاهم ماما. الزنزانة هي دي سمحة يا ماما؟ مالها سمحة؟ شكلها غريب قوي يا عيال. هو بالشكل؟ شوفوا طريقتها، شوفوا شوفوا نظافتها. بس انتوا عاملوها زي اختكم بالظبط، ما وثقوش. يلا غيروا هدومكم عشان نطلع، يلا نتفسح في المول شوية ونجيب شوية حاجات. فعلا يا ماما انا ناقص لي حاجات قد كده. هجيب لك، وانت هجيب لك الموبايل اللي انت نفسك فيه. ربنا يخليكي. تعيشي روحي. ربنا يخليكوا ليا. انت متأكدة برضو انك رايحة تشتري حاجات؟ الله، امال البنات فين؟ بيغيروا عشان هنروح المول. يلا حصليهم حصليهم. انا كمان. طيب يا ماما. امانه يا عداله. في ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه ده، مش انتم ولاد العميل؟ لا. ايه؟ لا. ملك يا عميل. لا 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 لا، هي البت دي امانه بنت العميل نور، انا عارفها. عايز كريم والطبيعي كسبان، عايز كريم، عايز كريم والطبيعي كسبان، عايز كريم بالشوكولاته، عايز كريم. يا بتاع جيلات. امورين يا ست هانم. هات اتنين واطلع. بس كده عينيا. حاضر. يلا بسرعه. عينيا يا ست هانم، جايه اهو بسرعه. استنى، رايح فين؟ يا بلدينا دي تعدي دي. لا خش. اوامرك يا بلدينا. السلام عليكم. رايح فين يا خفيف؟ رايح فين يعني؟ الأمانة. اتفضلي. ماشي. أي خدمة تاني؟ لا اتكل على الله. أمريني. السلام عليكم. مع السلامة. مش عايزة دي؟ لا مش عايزة بقى، يلا. ماشي.
في الحقيقة نزول المرأة المظاهرات السياسية بتؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا. ده لأن المظاهرات لا تخلو من المشادات العنيفة مع رجال الأمن وحالات من الكر والفر وإلقاء الغازات المسيلة للدموع، ودي حاجات لا تتحملها المرأة مثل الرجل. اتفضلي. الحقيقة أنا بعترض على كلام أستاذ نايل المعدول، لأن المرأة من حقها التظاهر السلمي ومن حقها توصل صوتها السياسي للرأي العام. ما أنتوا اللي بتنزلوا المظاهرات بالمحزق واللبس الفاضح وتقول إنه معدل التحرش في مصر ارتفع. موضوع اللبس ده حرية شخصية. حرية؟ إحنا بيحكمنا شرع ودين. يا جماعة ما يصحش كده، إحنا دخلنا في موضوع تاني غير موضوع الندوة. ندوة ده إيه؟ وإحنا في مجلس الشعب؟ اشهدي اشهدي حقي بقى. لا، من فضلك إذا سمحتي ما تتعديش أبدا حدود الأدب في الحديث معايا. أدب إيه؟ إنتوا الإعلاميين اللي جايبين البلد دي لورا. يا سلام، وبطريقتك دي هتجيبي البلد قدام؟ مالها طريقتي؟ ولا انت عايزانا اتقصع زي البت دي؟ لا ده انت زودتيها قوي. هو انت لسه شفتي حاجه انت ولا اللي بتحاميلك؟ باردون؟ المدام هزقتني. لا ده كده كتير قوي. تعليلي بقى، تعليلي تعليلي. انا مش هسيبها، مش هسيبها، مش هسيبها. انت عارفه انت عامله بلاوي كتير يا ماما. ما تكبريش المواضيع قوي كده. اعداء النجاح قاعدين متربصين لي. انا معجب جدا ببنت سيادتك. لا والله يا نهار ابوكي اسود. من فضلك ما تعملش كده تاني. هو انا اقدر اتكلم؟ يا واطي امسير هتضعف قدام شياكتي وسامتي. كنت هايله صح. سقفولها سقفولها. استنى عندك. انا العميده نور عز الدين. انتظرونا بعد الفصل.